Да. Блин. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن نقرأ الزواج في المسجد. أولا سنشرع إلى الحكم، توجد اثنين حكم الذي على هذه المسألة. أولا هو الرب، إذا المرأة تتزوج الرجال الذي أفيه، وثانيا إذا المرأة تتزوج إلى الرجال الذي مسلم. في هذه المسألة إذا المرأة تتزوج مع الرجال الكافر، المرأة يجب على المرأة للتوبة إلى الله، لأن هي تفعل تتزوج بالكافر هو حرام. إذا تتزوج بالمسلم في مجلس الذي كافر هو يمنع في الإسلام، ويجب على كلها للتوبة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أشرح عن أهمية الزواج بأهمية الزواج في واهل الدين. بمعنى هنا في بين الزواج بين الزوج والزوجة في أهمية في زواج لواحد الدين فقط. كما رأينا في الإسلام، حفظ الإسلام في النوع الضرورية. الإسلام يؤكد علينا أن حفظ النسل، وحفظ النسل هنا بمعنى إذا كان يوجد المرأة والرجال، إذا كان يوجد المرأة والرجال الذي يزوج إلى في واحد الدين بمعنى إسلام، بمعنى هنا يؤثر إلى الطفل الإسلام المباشرة. بمعنى في هنا أهمية الزواج بالإسلام والإسلام، ليس بالإسلام والكافر. هذا فقط مني. ثم سننسل إلى مفاسدة أولا توجد مسائل في نص، يعني إذا الزوج من الكافر أو مسلم كيف لأولادهم؟ يعني يمكن أولادهم يقبلوا الإسلام أو لا؟ هذا مسألة أول، يعني في مسائل نص. ثم في مسائل وسع أو فرائض، يعني توجد حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم كافر ولا كافر مسلم. يعني إذا الأب من الكافر، ثم أولادهم إذا الزوج من الكافر، ثم أولادهم لم يحصلوا الشيء من المال أبوهم من الزوج، يعني لأن الزوج من الكافر،
ثم هذا مسائل ثاني هذا فقط مني. وبعد ذلك فأشرح أن تطبيق قواعد فقهية. وفي هذه القضية يمكن أن يعالج بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعنى هذه القاعدة إذا كان شيء الواجب ليس يكمل في هذا الشيء فكان وبذلك هذا فعل واجب، مثل هذه من شرط الزواج، شرط صحة عقد الزواج أن يكون الزوج مسلما. وبذلك إذا كان في هذه القضية الزوج غير مسلم وكان الزواج ليس يصح كما قال الله تعالى ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا يمكن للمرأة أن يزوج الرجل ليس مسلما. هذا فقط منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.